راديو تي في نشرة الأخبار، حياكم الله. أدانت واشنطن الهجمات الأخيرة على الشركات الأمريكية والدولية في العاصمة بغداد. السفيرة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانوسكي قالت في تدوينة على منصة إكس إن هذه الهجمات العنيفة تعرض حياة العراقيين وممتلكاتهم للخطر، ويمكن أن تضعف قدرة العراق على جذب الاستثمارات الأجنبية. وفيما حثت الحكومة على إجراء تحقيق شامل وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ومنع أي هجمات مستقبلية، شددت على التزام بلادها بالشراكة الشاملة مع العراق لبناء الفرص الاقتصادية والازدهار لجميع العراقيين. تعرض فرع شركة كاتربيلر الأمريكية الخاصة بالمعدات الإنشائية ومعهد كامبريدج البريطاني التعليمي في بغداد لهجومين منفصلين. خلية الإعلام الأمني أكدت في بيان أن الهجومين وقعا في وقت متأخر من ليلة أمس برمانتين صوتيتين، حيث استهدف الهجوم الأول مقر شركة كاتربيلر في الجدرية والآخر معهد كامبريدج في شارع فلسطين. وفيما أشارت الخلية إلى أن الهجومين لم يخلفا أضرارا بشرية أو مادية، أكدت أن أفعالا كهذه تحاول الإساءة لسمعة العراق والتوجه الملموس للإعمار، مشددة على أن القطاعات الأمنية ستلاحق كل من يعبث بالأمن والسلم المجتمعي ويتجاوز على القانون والممتلكات العامة والخاصة. ناقش برنامج معمول طلال دور الإطار التنسيقي في ائتلاف إدارة الدولة وابتلاعه السلطات، وتحدث الضيوف عن تفرد الإطار وعدم تطبيق الاتفاقيات بين الشركاء والقوى السياسية. احنا بعدين نجو سنة تنتهي الدورة، شو اللي قدمت الورقة الحكومية من المطالب الأخرى؟ هاي واحدة. اثنين، من إطار يجتمع بالأسبوع أعتقد مرتين أو مرة أو مرتين لأمور تخص الحكومة، مثل ما قال سائل ليش الحكومة والكل مشارك بها لمتابعة هذا شغل الإطار، يعني يشار لهم البنان بأنه رغم الخلافات اللي عندهم لكنهم دي يجتمعون ودي يسيرون الأمور ويديرون الحكومة، لكن بمعزل عن الشركاء ولم يحققوا شيء من الشركاء. وهذا مو جديدة، دائما هو التسويف، دائما أول ما تشكل الحكومة تشوف الكل متمسك بالكل، يدي عبر ولا ما عبر، شوي شوي ترتقي الأمور لحين ما تسوف، واليوم ابتلع الإطار إدارة الدولة. كان هناك اتفاق لتشكيل هذه الحكومة، كان هناك بعض المطالب السنية وبعض المطالب الكردية، لا شيء تحقق منها على أرض الواقع، لا المطالب السنية ولا المطالب الكردية. احنا شريك فقط لتكملة العدد. ترى احنا اليوم في اتخاذ القرارات حقيقة أصبحنا كمكملي عدد، اليوم أي قرار يتخذ يستطيع الأخوة في مكون الشيعي اتخاذه. على هالحكي هذا يعني معناها احنا قاعد نعيش مو ائتلاف إدارة الدولة اللي احنا مؤمنين به، وانما فشي كرتوني ماكو ايمان به هسه من حسب الظاهر. بس هو مو هاي الحقيقة. لا مو هاي الحقيقة. ائتلاف إدارة الدولة قائم بدليل انه الان ماكو معارضة حقيقية داخل البرلمان وحتى معارضة سياسية للحكومة اللي ولدت من رحم ائتلاف إدارة الدولة، ولكن المسؤول الأول عن نجاح الحكومة هو الإطار التنسيقي بطبيعة الحال. بحث رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني عددا من الملفات والقضايا على المستوى الوطني. وذكر بيان حكومي أن السوداني استقبل بارزاني وناقش الطرفان الإجراءات الحكومية المتخذة في مجالات الخدمات والاقتصاد وصولا إلى تحقيق تنمية مستدامة تنعكس آثارها على واقع المواطنين في جميع أنحاء العراق. وأكد الجانبان على مواصلة الاجتماعات والحوار بهدف معالجة القضايا المشتركة وفق القانون وأحكام الدستور بما يحقق المصلحة العليا للبلد. أعلن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني افتتاح وتشغيل 200 محطة كهربائية في عموم مناطق ومدن العراق. وذكر بيان حكومي أن المحطات تتضمن 48 محطة للضغط الفائق والعالي و152 محطة توزيع، وذلك ضمن المرحلة الأولى من حزمة مشاريع حل اختناقات شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في العاصمة بغداد وعدد من محافظات البلاد. وخلال إشرافه على افتتاح المحطات الكهربائية عبر الدائرة الإعلامية قال السوداني إن الطاقة الضائعة في الشبكة
تسبب هدرا في المال العام، مشيرا إلى أن النفوس المريضة تقوم بعمليات تخريب داخل المنظومة، لأن هناك من لا يعجبه الاستقرار والمتحقق في البلد. هذا المشاريع ممكن تساهم في تقليل الضائعات، ويمكن احنا اكبر شبكة فيها نسبة ضائعات، وهذا هم هدر في الطاقة وفي المال العام. اكو نفوس مريضة وانتم قاعد تشوفون الناس يعني تفرح من تشوف لها تقدم او مشروع ينجز، اكو ناس مرضى لا ما تريد هذا الاستقرار، وما نستبعد انه تعبث بالمنظومة وبالتوزيع. قالت وكيلة وزارة التخطيط أزهار حسين أن المبالغ المخصصة للتعداد السكاني تجاوزت 400 مليار دينار، مؤكدة أن الوزارة وفرت كل الاحتياجات اللازمة لإجرائه. حقيقة الحكومة أولت هذا الموضوع اهتمام عالي المستوى من بداية تسنمها كحكومة جديدة، وحقيقة طلع قرار لمجلس الوزراء في تموز 2023 حدد واجبات ومهام كل جهة من الجهات الحكومية وكل الوزارات بالإضافة إلى المحافظة، وكان هنالك يعني رقم كبير لإدارة هذا الموضوع يتجاوز 400 مليار دينار عراقي. تعاقدنا على كل القضايا اللي تخص البنى التحتية لتعداد الإلكتروني من حيث توفير الداتا سنتر، الكول سنتر، التابلتات اللازمة للعمل، الموضوع السكيورتي والأمان على المعلومة، والحمد لله العقود يعني في مسيرتها الطبيعية وتوقيتها الزمني. ابتدأنا بتدريب الناس العاملين وفق التدريب الهرمي المدروس من هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ضمن التوقيتات الزمنية. النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد خليل أكد أنه مع إجراء تعداد سكاني في نينوى، مشيرا إلى أن المحافظة غبنت وضاعت حقوقها بسبب عدم إجرائه. يعني نحن اليوم نشهد على يد الوزارة كمطلب شعبي وكاستحقاق دستوري إجراء التعداد العام للسكان، ونحن في محافظة نينوى ونشعر بالغبن اليوم بضياع حقوقنا كثيرا في استحقاقات الموازنة الاتحادية، استحقاقات الدرجات الوظيفية، الخطط التنموية في محافظة بسبب عدم إجراء التعداد العام للسكان. ونينوى رقم سعف في العملية السياسية ورقم مهم في الدولة العراقية، وهي ثاني محافظة وهي بوابة الغربية للعراق، ولذلك نحن مع إجراء التعداد حتى استرجاع حقوق العراقيين، وتكون هناك مسطرة القانون لتوزيع الدرجات على ليس على بنايات وهم على بيانات وهمية، وليس على أن تكون هنالك درجات لمكون ما على حساب مكون ما. هذا هو الخطة ومحصلة النتائج النهائية من التعداد العام. من جانبه قال مدير إحصاء نينوى نوفل سليمان أن الدائرة اختارت 5 مناطق لإجراء التعداد السكاني التجريبي عليها يوم غد في المحافظة، مشيرا إلى أن هذا التعداد سيسهم في حل كل المشاكل التي قد تحصل بالمستقبل. التعداد التجريبي سينطلق في العراق بصورة عامة يوم 31/5 في محافظة نينوى. اختارينا 5 مناطق، قريتين، قرية الموالي وقرية المصايد وثلاث محلات في حي الثورة وباب سنجار وحي الرفاعي. ستقوم الفرق العائدة لمديرية إحصاء نينوى بتنفيذ تجربة التعداد التجريبي لاختبار الآليات والتطبيقات والتناقل البيانات للوصول على المشاكل والمعوقات بغيت حلها أثناء تنفيذ التعداد الفعلي الذي سينفذ. محافظ المثنى مهند العقابي قال إن التعداد التجريبي سينطلق الجمعة في 3 مناطق بالمحافظة، لافتا إلى أن العد العام سيساعد في وضع خطط تنموية واستراتيجية لجميع المدن. 31/5/2024 يوم الجمعة ستنطلق أولى فعاليات التعداد للسكن والمساكن في العراق في محافظة المثنى. هذا التعداد سيكون تجريبي أول كمرحلة أولى. هذا التعداد يعني لنا الكثير، سينطلق في 3 مناطق في محافظة المثنى، تحديدا في حي الأسكان وفي الغرب الثانية وفي مناطق آل بلحة.
هذا التعداد وهي رسالة لأبناء المحافظة خصوصا ولكل العراقيين. هذا التعداد يعني لنا الكثير، هذا التعداد يعني إجابة لأسئلة مهمة، كم نحتاج من المدارس، كم نحتاج من المستشفيات، كم نحتاج من الطاقة الكهربائية، كم نحتاج من أمتار المياه الصالحة للشرب والاستخدام، كم نحتاج. هذا التعداد يعني أجوبة هذه الأسئلة. مدير إحصاء المثنى أنمار طالب ذكر أن التعداد التجريبي ليوم الجمعة سيبدأ من الساعة 8:00 ولغاية 4:00، مبينا أن أي فرد من الأسرة بإمكانه إعطاء المعلومات. انطلاقنا للميدان راح يكون يوم 31/5 من الساعة 8:00 لحد الساعة 4:00 بالميدان. مو شرط مثل ما تفضل سيد المحافظ أنه أنا أجيك بنفس اليوم يوم 31 أو يوم 1 بالشهر. الفرق راح تكون جوالة، راح تشمل المنطقة كلها، ومو بالذات رئيس الأسرة هو موجود، أي فرد من أفراد الأسرة متواجد بالأسرة هو يقدر يعطي المعلومات الرئيسية اللي طبيعية. أي شخص بالغ يعني يشوف الباحث الميداني يقدر يعطي بيانات صحيحة، ماكو أي مشكلة. لضمان الاكتفاء الذاتي من جميع الأصناف تشجع مديرية زراعة في البصرة الفلاحين على تنويع إنتاجهم وعدم الاكتفاء بالنخيل لتحقيق مردود مادي طوال أيام السنة. المزارعون بدورهم يطالبون بمساعدتهم في توفير المياه والأسمدة إلى جانب تسويق منتجاتهم بأسعار مناسبة. التفاصيل نتابعها بهذا التقرير. في الوقت الذي تدعو فيه الجهة الحكومية مزارعي النخيل في البصرة إلى تنويع زراعتهم لضمان الاكتفاء الذاتي من جميع الأصناف، يطالب الفلاحون بمزيد من الدعم على صعيد توفير المياه والسماد ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم بأسعار مناسبة. المزارعون يشكون من تعرض أراضيهم لأضرار كبيرة بفعل التوترات الأمنية طوال السنوات الماضية، سواء بسبب انتشار الألغام فيها أو غمرها بالمياه. بعد أحداث الحروب، بعد تعرفون البصرة شنو صار بها المأساة الحروب ودمار الهائل اللي مسحوا الأراضي، النخيل الأراضي اللي كانت أكثر من 7 مليون نخلة بالبصرة. 7 مليون يمكن بقى منها مليون أو أقل المسحات. فصعوبة إعادتها. المياه المالحة التي لا تساعد على زراعة النخيل والمحاصيل الأخرى لم تكن المشكلة الوحيدة أمام الفلاحين، فتلوث مياه الأنهار سبب آخر يحول دون تمكنهم من الزراعة. قبل كان يجي يسقي النخيل يعني ماء منشط مباشرة، يجي كأنه شلون تسقي النخل صبح وعصر، مدة يومية مرتين كانت. هسه بعصات نواظم مد ما يوصل المد. النهران صار عليها مجاري هواي، لأنه بيوت أكثر الناس نزحت على قضاء شط العرب، وصارت بيوت هواي كلش هواي يعني على النهران، يخلي مجرى على النهر وصار النهر مايه أسود. بدورها تؤكد شعبة النخيل في مديرية زراعة البصرة أنها تسعى لتشجيع الفلاحين على تنويع إنتاجهم وعدم الاكتفاء بالنخيل لتحقيق مردود مادي طوال أيام السنة. احنا نشجع المزارع انه يعمل تنوع بالمحاصيل، لانه نعرف النخيل هو محصول موسمي، يعني هو طول السنه يخدم النخله، وبالنتيجه انه الوارد مالها يجي له بنهايه شهر 8 و9 وبدايه شهر 10 حسب الاصناف، وينتهي الموسم خلاص يعني. لذلك احنا نشجع على تنوع المحاصيل، بالتالي هو طيله ايام السنه يكون عنده وارد من قبل محاصيل اخرى. البصرة كانت ضمن قائمة المحافظات الزراعية التي تغذي جميع مناطق العراق بعدد من المحاصيل وأبرزها التمور والقمح. انخفض معدل الزراعة فيها إلى أرقام قياسية، وأصبحت اليوم تعاني من شح العائد الزراعي، حيث تستورد الخضروات والحبوب من بعض دول الجوار. الماز ياسين امرأة موصلية طبعا تولت مهنة زوجها بعد تعرضه لإصابات أثناء معارك تحرير نينوى أفقدته القدرة على العمل. لم تعلم الماز البالغة من العمر 47 عاما أن التجارة ستصبح روتينها اليومي لكونها مصدر الدخل الوحيد لعائلة أسرتها، وما يصعب عليها الأمر عدم امتلاك منشار، فبالتالي عليها استعارته من ورشة تجارة مجاورة.
تعلمته من زوجي. زوجي كان يشتغل عنده دكان بالفاروق واحد، بعدين قام يشتغل بالبيت بعد داعش، فاضطريت أنا أشتغل معاه. أنا كنت قبل خياطة، بعدين رجعت عفت الخياطة، ما أكل الخياطة، اضطريت أشتغل معاه بالنجارة، لأنه هو تعبان شوية، كتفه تأذى وقت داعش وهذه، فما يقدر يشتغل، فأنا عينه أسعته أشتغل معاه. والله أشتغل بالأقفاص، وأشتغل بالأقفاص والديكورات مع الخوف والطابوريات مع الطعام، تصليحات تجيني، هذا اللي أشتغله. أنا أشتغل هذا الشغل بالنسبة للمعيشة، وماكو يعني انجريت اضطرينا نشتغل هذا بيت إيجار، لكن نشتغل نحن والحمد لله. أنا أعيش زوجي وأطفالي وهالمعيشة هذه. والله معاناتي قص الخشب، قص التشريح الخشب شوية مبهدلني، لأن ماكينة ما عندي، لازم أشيل الخشب أروح على النجار، على جماعة نجارين أقص عندهم وأرجع أجي أشتغل بالبيت، هذا بهدلتني بالقص. والله أنا من الليل أحضر شغلي، يعني أحضر أكل أعمال، بس يطل الصبح بس على التطبيق مال غدوي، والصبح أقعد الصبح أغيق الأولاد، إذا وقت الدوام مدارس أدغبهم على المدارس وأروح على الشغل، يجون من المدرسة أحضر لهم الغدوية أغديهم وأرجع مرت اللي خاوه، وأبقى لي حد الساعة 10 بالليل 9:30 بالليل هكذا ما أرجع. 4 5 6 1 1 2 4 5. من يو تي في كانت هذه جولتنا الإخبارية، إلى اللقاء.